السلام عليكم في الحلقة الثانية. واو ما بغينا اعتذر عن التأخر اللي صار. كانت في ظروف من دراسة الى اجازة الحج واو ما علينا. في الحلقة السابقة تقول مصطفى بس كان ناقصني شيء ثاني. بس في الحلقة الاولى تكلمنا عن الطيور بشكل طويل وبالتفصيل الممل. في هذه الحلقة راح نتكلم عن الثدييات بشكل سريع وممتع. تابع وما راح تندم. الثدييات من اكثر الطوائف تنوعا، في اللي يطير وفي اللي يسبح وفي اللي يمشي على اربع قوائم وفي اللي يمشي على قدمين. ايه لا تنسوا الانسان تصنيفه العلمي من الثدييات، والثدييات من ملكة الحيوان، يعني تصنيفه من الاخر حيوان ناطق. اما في الشرع ولقد كرمنا بني ادم، ما تفلسف عليك لكن هذا واقع وانا عندي الدليل. روح الاسواق الخرفان ويا كثرهم، شوف المدارس الحمير بالهبل، واصبحنا في زمن طغت فيه الكلاب وهرمت فيه الاسود. الزبده فهمتوا؟ اللي ما فهم يشوف لحل. تخيل معي، كانت الثدييات قبل 255 مليون سنه بحجم الفئران تقريبا. الثدييات سبع خصائص مشتركه راح نذكرها حبة حبة. للتوضيح راح نشرح على واحدة من المزايين الموجودة هنا. الخاصية الأولى اللي هي إنتاج اللبن. الخاصية الثانية وجود الشعر أو الفرو. الخاصية الثالثة اللي هي التنفس بواسطة الرئتين، فمثلا أسماك تتنفس بواسطة الخياشيم. الخاصية الرابعة ذوات دم حار. كثير من الناس ما يفرقون بين ذوات الدم الحار وذوات الدم البارد. ذوات الدم الحار هي التي تكون درجة حرارتها ثابتة سواء في النهار أو في المساء، أما ذوات الدم البارد هي التي تكون درجة حرارتها مرتفعة في النهار ومنخفضة في المساء، فهي تحاول موازنة درجة حرارتها. الخاصية الخامسة الأدمغة الكبيرة. الخاصية السادسة اللي هي التكاثر الجنسي، فمثلا الضفادع تتكاثر لا جنسيا. الخاصية السابعة وجود الأسنان المتخصصة. تعرف الثدييات بأنها ولادة، حتى تلك التي تطير والتي تسبح منها، لكن السؤال هل جميع الثدييات ولادة؟ في الحقيقة الإجابة هي لا، فهناك صنف يسمى بالثدييات الأولية يندرج تحت طائفة الثدييات. يتميز هذا الصنف بأن أفراده يتكاثرون بوضع البيض، وفي نفس الوقت تمتلك خصائص الثدييات الأخرى. أمثلة على ذلك خلد الماء وآكل النمل الشوكي. وبكذا نكون وصلنا للنهاية. هذا كل ما في الحلقة. لا تنسى الاشتراك بالقناة والمفضلة. في النهاية حاب أشكر كل من دعمني وكل من تابعني، شكرا لكم وفي أمان الله. بعد ايش؟ اقفل؟ لا بقفل. قفل. ابغى احك فروه انا. ايش؟ قدم شويه.